كما تعود الترجي الرياضي التونسي في الجلسة العامة العادية متاعه اليوم تقديم التقرير الأدبي والتقرير المالي للمنخرطين، ثم أكيد باش يكون فما تدخلات تاع بعض أعضاء الهيئة المديرة وكذلك تدخلات المنخرطين اللي عندهم بعض الأسئلة أو بعض الملاحظات كما تعودنا في الجلسات العامة العادية للترجي الرياضي التونسي. أنت تذكر أنه أول حوار عملته بعد ما أخذت المهمة هذه وكلفت بالمهمة هذه تاع الاتصال والتواصل في الترجي الرياضي التونسي، كنت قلت أنه إن شاء الله أهم حاجة بالنسبة لنا أنه الفريق يقرب أكثر الجمهور وتكون فما علاقة مع الجمهور من حيث الأخبار متاع الفريق اللي تكون موجودة، خاصة زيادة أنه تفنيد بعض الإشاعات اللي قد تكون موجودة وقد تثير بلبلة في النادي. دونك حاولنا بشوية بشوية نشوفوا شنو الموجود، معناتها نعملوا لتادي اليو، ثم بشوية بشوية نقوموا ببعض التحسينات، والحقيقة إن شاء الله نكونوا ماشيين في الثنية صحيحة في النقطة هذه وإن شاء الله. لكن أكيد أنه مازال برشا خدمة، مازال عنا من حسنوا، لكن اليوم فما إرادة كبيرة كما الحقيقة هنا حتى رئيس النادي إلى جانب التركيز على معناتها الجانب الرياضي، فما التركيز أنه الجانب الإعلامي في الترجي الرياضي التونسي يتحسن أكثر شكلا ومضمونا في الفترة الجاية. التطور الجديد أنه القضية اللي قدمناها ولا اللي قلنا باش نقدموها في تونس تم تقديمها، والأسبوع القادم إن شاء الله تقديم قضية في المحاكم الفرنسية. بالنسبة لشرارة كما حكيت، شرارة فسخ عقده من جانب واحد، بعثنا فسخ العقد. الحاجة الثانية اللي هو قدم ملف في الفيفا. الحاجة اللي يمكن أنتم تنفردوا بها اللي نجم تكون إن شاء الله فما اتفاق صلحي في الفترة القادمة، معناتها تكون فما مشاورات وصلح بين شرارة والترجي، مش باش يرجع يلعب في الترجي الرياضي التونسي، لكن نلقاو على اتفاق من الناحية المادية، ياخو هو البعض من المستحقات نتاعو وينحي معناتها يتنازل على القضية اللي قدمها في الفيفا. كوليبالي بالاتفاق مع الترجي الرياضي التونسي عنده تاريخ معين لازم يصب فيه الشكاية نتاعو. كوليبالي راهو ولد الترجي، معناتها تقضى فترة 10 سنوات في الترجي الرياضي التونسي. كوليبالي ما قدرش بالترجي، قال راهو اليوم وصلنا المرحلة اللي لازم نقدم فيها القضية نتاعي أو الشكاية نتاعي في الفيفا. بالاتفاق مع المسؤولين نتاع الترجي معناتها اتفقنا معاه أنه يصب الشكاية نتاعو، ومن بعد ندخلوا أكيد معاه في مفاوضات ونلقاو حل، وأكيد راهو باش نلقاو حل مع كوليبالي. كوليبالي ولدنا كما قلت لك، وأكيد أنه الاتفاق معاه مش تكون حاجة صعيبة. والله يعطيك الصحة اللي سلفني، يعطيك الصحة على السؤال هذا. ساعة خلينا نحب نوضح نقطة لهنا. النقطة اللي نحب نوضحها أني أنا خرجت في ديوان فيهم بعد ما خرج المدرب معين شعباني، كنت قلت راه المدرب باش يكون أجنب، وصارت اتصالات مع عديد من المدربين الأجانب وقدمنا مع بعض المدربين الأجانب، لكن في الفترة هذيك بحكم ضيق الوقت طارق ثابت خذ المسؤولية نتاع أنه يقود الفريق في السوبر ليج. لكن بعد كيرينا الحقيقة الخدمة اللي يخدم فيها طارق ثابت، وكيرينا المردود نتاع الفريق كيفاش تحسن، وكيرينا النتائج كيفاش تحسنت، وكيرينا الحقيقة العلاقة الكبيرة بين اللاعبين والإطار الفني وخاصة المدرب في الفترة الصغيرة هذيك، معناتها سامحني بالكلمة باش نكونوا مهبلة كان باش نحيو طارق ثابت ونجيبوا مدرب آخر حتى ولو يكون أجنبي. لكن وقتها اللي صرحت أنا كانت النية أنه المدرب باش يكون أجنبي، لكن راهو في الكورة ما ثماش حقيقة، معناتها حقيقة اليوم مش هي حقيقة غدوة. وفي الأخير رئيس الجمعية السيد حمدي المدب قرر مع المسؤولين فرع كرة القدم تثبيت طارق ثابت في المهمة هذه. بالنسبة للمدير الرياضي، أنت سألتني شكون في مكان طارق ثابت، لحد الآن ما فما حتى اسم تم تثبيته أو تم تعيينه في المهمة هذه. في قادم الأيام ندرسوا شكون باش يكون إن شاء الله في البلاصة هذه، ربما نجم يكون ينجم ما يكون، كل شيء ممكن.
وكل شيء مازال مفتوح. شو هاد نتاع الحكايه زي طارق ثابت هو المدرب انفاضل اللي تعدى الكل زيد راه باش نحكيو فيه. انا تعرف راه انا اسمع انا صدري رحب جدا وانت تعرفني نجاوب على الاسئله الكل لكن اليوم سي تام فو بروبليم باش نرجعوا شكون كان اليوم طارق ثابت هو المدرب. عندنا كل ثقه في المدرب هذا يخدم في خدمه كبيره اللاعبين يخدموا في خدمه كبيره هكا شفت التطور الكبير فرديا وجماعيا في المردود تاع الترجي التونسي. دونك زيد باش نرجعوا الموضوع هذا قلت وضحت لك انا النقطه هذه شنو اللي صار بالضبط خاطر برشا لموا علي انا قالوا معناتها الناطق الرسمي للترجي قال مدرب اجنبي ثم انا وضحت لك شنو اللي صار والعمليه ذول اللي واضح مازال صدقني مازال فما شيء تو احنا منكبين على المقابله الاولى والاربع مقابلات الاولى تربيت الابطال ومن بعد لكل حادث حديث ان شاء الله البلايس ولا الاماكن اللي راه فيها الاطار الفني انه الترجي مستحق التعزيز تعرفوا مليح رئيس الجمعيه السيد حمدي المدب عمره ما يبخل على الفريق نتاعو ان شاء الله. لا غيلان قاعد يدرب بصفه طبيعيه مع الفريق نهار اللي يبدا حاضر 100% يلعب كل سواء على العشب الاصطناعي ولا على العشب الطبيعي كيف ما ثم حتى قلق. لا اسامه بوقره ملي خرج في المقابله تصريح حتى وقتها للتلفزه الوطنيه قال شوفي دارت لي فهمت شوفي دارت له قعد نهار معناتها ما تنفختش ثم تنفخت عمل سبب الكاحل من اصل الاصابات اللي يمكن اكتشافها فهمت دونك عنده راحه نتاع 5 ايام اسبوع ان شاء الله يكون حاضر في مقابله تاع النجم الرياضي الساحلي.